هو نتمنى هو كل حاجه. يبقى الطبيب ده كمان وصل لمرحله ان هو قادر يمتلك ادوات الادب، ومش نمط ادبي واحد، لا انماط مختلفه. يعني دكتور احمد عاهدته ككاتب للقصه في البدايه، وكاتب روائي، وكاتب نثري، وكاتب شعري، محير ومقالات صحفيه، وفنان وانسان. حتى الاخبار حتى مش زينا انت. انا تلك اخبار طبيعيه طبعا. فالحاله دي هو مزيج صعب يتكرر في غير دكتور احمد. دكتور احمد دره من مواليد محافظه المنوفيه، الجانب بكثير من العظماء ومن الولداء ومن الفنانين، عضو اتحاد كتاب مصر طبعا، وعضو الكتاب وادباء العرب، ليه من الانماط الادبيه المختلفه والمتباينه. اشاد النقاد ان الحاله دي ما ينفعش تجمع في بوتقه واحده، يعني زي مثلا استاذنا عمرو اضاف كنقد ادبي ان صعب الكاتب للحاله النفسيه انه يكتب نمط شعري ملتزم، لانه مش هينسى ان هو نثري، ان هو بتاع نفس. وكذلك النمط اللي يكتب نمط كقالب شعري نمطي، ان هو يجي يكتب النمط ده وينسى ان هو في قالب ثاني، يعني ممكن قوي الاحتواء نفسه، الاحتواء القالب الادبي يختلف ذلك. يمكن دكتور احمد هيكلمني عن هذا الموضوع في عياده. وقبل ما اخوض في السيره الذاتيه، انا عايز يعني يجي الموضوع بشكل حواري شويه، واقول يعني ازاي بدات كده. بس انت مستغرب